مرحبا بكم مع درس جديد تعلم منصة الاي سي كلاس. ذاك الدرس شرحنا لكم عن صفوف الكورسات، قلنا عندنا كان صف رابع وانشئنا ايضا صف اول. فرضا هسه بصف الاول انا عندي مثل لينكات ابدا اجيبها لدروسي السابقه بالسكراتش اللي تطرقنا عليها فرضا، او اي درس ثاني اخر، يعني شوفون هذا الدروس مثلا. مجرد اذا اريد اجيب انا مسوي على خاصيه يعني الليست، فنقدر ونقدر لا اجيب الدرس اللي احتاجه. شوفوا مثلا هنا السلسله التعلم، شلون احمل برنامج، شلون نصبه، واضح؟ هنا نضغط واجيب هذا الرابط، اوكي، نضغط كوبي ونرجع نقل لينك، اوكي عفوا هنا، اوكي شوفوا اشتغل عندي المقطع. اوكي العنوان شو اسمه اكتب عليه سكراتش، سكراتش اوكي، وبالله اتاتش اتاتش راح يرفع الملف هنا لينك. فمن اجل هنا اكتب له سلسلة تعلم سكراتش، اقله بوست، وهنا اقله ايضا بوست. طبعا لو كان عندي ملفات اقدر ارفعها صور الى اخره، اقدر هنا اقله ابلود او اروح على ملفاتي الى اخره. طبعا الطلاب هنا راح يشوفون وراح يعلقون، اذا ما تدخلون تقدرون تضيفون اي تعليق عندكم بالكومنت. طبعا ممكن نعربها مثل ما تفضلنا قبل شوي، بس انا فاتح حاليا المقطع قاعد يشتغل يوتيوب، لما تضغطون على اللينك راح قبل يوديكم عليه، اوكي على هذا المقطع مالتي نفس سكراتش اللي تشوفه. اوكي اوكي وهكذا. اذا تريدون تكملون شوفوا التنصيب تقدرون تدخلون على الصف وتدخلون على الرابط. شكرا جزيلا.